الدوار كامل مات، وغير عائلتي 14 بوحدي مشى راجل الدوار طاح كامل. بكيت تنغوت تانا تنعد هك خدت جبن هنا ياك سكنت وجا الزنزال ونط صافي دوخت ما لقيت الباب وتنجلي هاك وهاك ما طرى ليا الحمد لله والو. كنتي بوحدك؟ هي بوحدي حتى يمشى وخرجت من داك الحجره كلشي الدار تريب. انا وقفت في وسط المرح ودرت هاك واش غادي ندير حتى شي بيت ما بقات كلي طرق بحال هذاك واش غادي ندير. الدوار طاح كامل. الدوار طاح كامل قطع الدوار تنبات هنا ما تنمشي لهيه تنبات غير هنا تنمشي نطل نرجع كلشي الحوايج خاسرين كلشي العائله تكرف الصنعه مات اختي اختي الاخر راجل اختي بنات اختي سبعه ولا ثمانيه يا في الدوار هنا مات فيه اختي وراجل اختي ارجع بالله اش غادي ندير شكون بوحدي بوحدي مشى راجل اش غادي ندير وكل لقيت غير واحد البيت احنا في الله تنبكي تنغوت تانا تنعد هك حتى الصباح يلا اش غادي دير ولد اختي جيراني ياك جوج الدور هادوك ولد اختي جيراني مات ليه المرأة وتنغوت انا وياه يلا اش غادي نديرو ما عرفنا واش غادي يطرى هكا خايفين دروك تنشتغل داك الحالة وداك الديور وتنخاف ما غادي نبيت الباقي به تنبات غير في الخلا تنجي عند الناس اش غادي نجي الدوار كامل مات وغير عائلتي 14 يلا اش غادي ندير جيت حتى الباب وهو مطرق عوجات دفاء وكاين واحد الباب تنخرج فيه البهيم هذاك اللي عتقني خرجت بداك الباب لقيت كلشي طاح وتنرعد تنجي حتى لهنايا في الليل وحدي صافي الموت لا اله الا الله محمد رسول الله ربي اللي دار لينا هكا ما عمرنا شت داك الشيء جي شتي هاد الشيء ما عمرنا في المغرب كاين هاد الشيء ايوا رجع بالله شنو خاصك دابا كلشي يلا دروك انا المحسنين الحمد لله ايوا البارح واليوم بعدا ايوا رجع بالله